بتستضيف كنيسة سان جون للسنة الخامسة على التوالي قافلة الفن اللي بيشارك فيها أكثر من 35 فنان مصري وأجنبي برسالة للسلام والرحمة. والسنة دي القافلة جاية بفكرة جديدة جدا. القافلة دي الهدف الأساسي منها هو نقل ثقافة الحوار والمودة والمحبة إلى رجل وامرأة الشارع، يعني الناس في الشارع. المعرض ده فن طريق للتواصل، طريق للحوار، طريق لتبادل الخبرات بيننا وبعض، طريق للمناقشة. أنا دلوقتي لما بقف حوالين منظر معين ونتبادل الكلام مع الآخر اللي واقف جنبي بغض النظر عن جنسيته بغض النظر عن ديانته، تقربنا معا واتكلمنا بعض واشتركنا مع بعض في فرحة معينة. يعني مين كان يفكر ان ممكن يبقى في معرض للحمير؟ حاجة جديدة خالص الحقيقة. والواحد لما فكر في موضوع الحمار، طبعا كان زمان ممكن الواحد لو بيقول الحمار قبل المعرض ده كان يقولك الحمار لا مؤاخذة يعني. انا اعتقد دلوقتي بعد ما بقى المعرض ده هيقولها كده ببساطة. يعني لما الواحد بيفكر في موضوع الحمير يلاقي فعلا انه حيوان جدير بان احنا نفكر فيه. انا بتعاون مع كنيسة هنا من 5 سنين في مهرجان كارافان كل سنة كفنان عادي. السنة دي بول كلفني ان انا اكون الكرياتور بتاع المهرجان وان انا نعمل فكرة جديدة يعني. فاقترحت عليه ان احنا بدل ما نعرض لوحات متجاورة يعني لنفس الكونسيبت، ان احنا نعمل نحت للحمير ونوزعها على الفنانين بحيث ان كل فنان يعمل رؤيته على الحمار. انا قلت الحمار ده يعني اصدق حاجه قريبه قوي من حياه المصريين واللي شايفينه في الشارع على طول. اعتقد ان الفكره مذهله وطول الوقت كنا بنشوف افكار زي دي في بلادنا السنين اللي فاتت. نفذناها مع الخرفان والمعيز والجمال والافيال، بس الحمير مختلفه ودي اول مره اشوف تجمع كبير زي ده في حدث فني. كل شغلنا كمركز ثقافي بريطاني مبني على العلاقات بين مصر وانجلترا، ومن الواضح ان ده بيفتح افاق للحوار خصوصا بين المسلمين والاقباط. شفت قبل كده الكاو باريد او مهرجان الابقار اللي كانوا بيعملوه في اوروبا خلال فتره الثمانينات والتسعينات، وكنت يعني نفسي او بحلم ان يبقى عندنا في مصر حاجه زي كده. فلما سمعت طبعا موضوع ان في هذا المهرجان وبهذا الكونسبت الفني انبسطت جدا يعني. لكن تحضير التصميم ما كانش فيه تحضير تصميم معين، التصميم كان وليد اللحظة أو هو طلع من الكونسبت والثيم اللي هم عاملينه، التيمة الرئيسية اللي بتتكلم عن السلام والرحمة. أي شعيب، CBC.